المغاربة كلهم عارفيني بأن من مثلا نتكلم بالعربية تعرفوني من فاس، من مواليد مدينة فاس. يعني قريت في زعما كل زعما الدراسات ديالي كانت في المدارس العمومية من الابتدائي حتى الجامعة محمد الخامس في الرباط اللي دوزت فيها سنة. كيف تنقول أن مدينة فاس يعني بحال واحد اللابوراتوار مفتوح، إذا الناس اللي تيكون فيهم شويش ديال يعني باغيين تيفهموا باغي يشوفوا شنو كاين وتعلموا يعني تيمكن لهم. إذا هذاك عطاني واحد الانفتاح الفكري اللي ساعدني في العام في المسار ديالي ديال أولا كمهندس ومن بعد كباحث ومن بعد كما يسمى بكل تواضع كعالم. إذن هذا المسار هذا مجموعة ديال الاختيارات، كان واحد الوقت فاش إما نمشي لهنا ولا نمشي لهنا، واش ندير الشيمي ولا ندير الكمبيوتر ولا إلى آخره. بعد هذا الاختيار هذا عمل التوجه تيجي بعد في واحد الظروف فاش الإنسان تيبغي يختار شي حاجة وتتوكل على الله وتشوف واش شي ناجح ولا لا. من غير الاشياء اللي انا كنت شويه تيقولوا فيها شويش ديال التشيطانيت كما يقولوا، فوالا كنت فوالا الفضول وداك الشيء. هذاك الفضول كان ديما ايجابي، ما كانش سلبي، ما كانش ندير شي حاجه زعما اللي عيبه، ولكن شي حاجه خارجه على القاعده زعما العاده. اذا هاد الناس اللي تيكونوا خارجين على العاده غير اما تيعطيهم الطرش وتيضربوهم وتيربطوهم ولا تيخليوهم تيقولوا انا الحمد لله الوالد الوالده احترموا هذاك الفرق اللي عندي ما بين زعما مع خوتي ومع الجيران الى اخره. وهذا الشيء ساعدني لان عمري ما كنت زعما كندير الحاجه اللي سيئه، وكنت زعما ديما الحمد لله في القسم يعني ما بين العشرة الاولى في القسم، اذا ما كان حتى مشكل. غير كان عندي الميول للعلم. في الاول كان عندي الميول كتكشف الشعر العربي والنحو، لحد الان مازال يعني تنهتم بهذا الشيء هذا. ولكن ملي وصلت 16 عام كان عندي اختيار اما نمشي للفن ولا سميتو ولا العلم. اخترت العلم بشويه بشويه فوالا الشعب العلميه الرياضيات. من بعد مشيت كيف قلت لكليات العلوم في الرباط دوز فيها عام، من بعد مشيت للاقسام التحضيريه لمدارس الهندسه في فرنسا ودخلت لغرونوبل المعهد الوطني ديال التكنولوجيا في غرونوبل. دوز فيها 3 سنين خديت يعني الدبلوم ديال المهندس، وكنت باغي ديما نكمل في البحث العلمي لان في الاغلبيه علينا 90% ديال الاصدقاء ديالي اللي كانوا في يعني الطلبه ولا تلاميذ ديال مدرسه المهندسين ملي شدوا الدبلوم ديالهم مشاو يخدموا في الشركات الى اخره. انا بغيت نكملت المسار ديالي العلمي في البحث العلمي، والحمد لله اخترت لان كان عندي اختيار في 3 ولا 4 ديال البرامج ديال في هذا الشيء ديال الدكتوراه، واخترت هذا ديال البطاريات. علاش؟ لان اولا كنت درت واحد بحال كيف قلت واحد التجربه، الاستاذ ما عجبوش الحال لان عطاوني بطاريه لا تقبل الشحن وبغيت نشحلها، وجا وبحال يعني غضب وبقى يقول لي شو حماقيتي دير هذه القضيه هذيك. قلت علاش لا، علاش هذه البطاريه ما يمكنلاش تشحن، وبغيت نفهم علاش. ملي تتسول راسك علاش تلقى بحال درت واحد الخطوه. السؤال ديما 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 الحاجه اللي تيقول لك هذاك مستحيله تتقول له علاش مستحيله وعلاش ما نردهاش يعني ممكنه. هذا هو الحياه ديالي هذه كلها كانت. اذا دخلت في هذا المشروع ديال البحث في البطاريات الليثيوم، وواحد السنه من بعد اخترعت ولا اكتشفت هذيك لانود ديال الغرافيت اللي الان مستعمله في جميع البطاريات لحد الان. ونقول لك صراحه انا في 1980 ملي اخترعتها ما كنتش ناوي بان اليوم في 2019 غتكون عندها الاهميه اللي عندها اليوم، لان هادشي كله ما يمكنش الواحد يتوقعه. انت كدير الحاجه وكتختارها، شحال الاختراعات كاينين في العالم، كاينين شي وحدين اللي تيوصلوا لواحد الدرجه، كاين الوحدين اللي ما تيفشلوا. هذا الشيء هذا هو الدنيا. الحاصل هذا الاختراع هذا
بقدرة الله ولا يعني اختراع عالمي. فيما مشيت في اي بلد في العالم تعرفوا الناس يعرفوني كمغربي بالطبيعه الحاليه. كنقيس في المغرب كنت يمكن اخترعت شي حاجه في التجليشت ولا في صناعه الشفنج ولا في شي حاجه اخرى. لا اسمح لي ما يمكنش تعاود التاريخ ما يمكنش يتعود. ما يمكنلكش تجاوب على هذا السؤال لان ما يمكنش تعاود التاريخ. كنت بقيت في المغرب كنت درت حاجه اخرى. هذاك العقل ديالك هو نفس العقل ماشي لان مشيت لفرنسا وليت لا الفضول هو الفضول. اذا كان يمكن هذاك كان يمكن لي نكمل زعما في حاجه اخرى في واحد الاطار اخر وننجح. علاش لا؟ كاين الناس اللي تنجحوا في المغرب. اذا انا كان عندي واحد الظروف فاش تنخدم تنعمل اي مجهود باش نغتنم هذيك الفرصه باش ندير شي حاجه. كنبقيت في المغرب كنغتنم في حاجه اخرى ماشي لازم في البطاريات اللي تم يمكن في المعادن يمكن في الجيولوجيا يمكن في هادشي ديال المياه والغابات الى اخره. كاين شحال الحوايج اللي كان يمكن الواحد ينجح فيهم. الحقيقه انا ما عارفش الديتاي ديال هادشي هذا. مع هذه اول مره سمعت هذه القضيه ديال الضرائب اللي بغيت اللي فسرت انا للناس شحال هادي وهو ان في المثل ستحل اليوم اي جريده علميه فهاد الشيء ديال الرياضيات ولا الفيزيك ولا هادشي ديال الطاقه الى اخره كتلقى 60 ولا اكثر من 60% ديال المقالات صينيه. شوف هذه 20 عام ما كانوش. كيفاش الصينيين في 20 عام مشاو علينا من صفر الى 60% ديال هاد المقالات؟ علاش؟ لان الحكومه في واحد الوقت فكرت بان الا شجعوا يعني الباحثين والاساتذه والا خرجوا واحد المقال في واحد الجريده معروفه بزاف الى اخره هما اللي تيخلصوهم تيعطيهم 3000 دولار الا خرجتي يعني في جريده واحد المقال في واحد الجريده. هذا جعل ان الناس يتحمسوا لان ماشي غير العلم كان تيقول لك الحكومه كتساندني وكتعطيني واحد القدر ديال المال. الا درنا هذه في المغرب ما يطيحش هادشي كله بواحد المليار ديال الدرهم الا كثرنا. شنو هو مليار ديال الدرهم باش في 10 سنين نطلعوا في الدرجه ديال البحث العلمي ونشجعوا الناس باش جوستومون يمشيوا للجرائد احسن الجرائد المرقمه اللي عندهم كوفيسيون دامباكت عالي بزاف باش فوالا باش يمكن لهم يديروا. ولكن وقع لهم مشكل مع القضيه ديال كاين الحاجه الايجابيه والحاجه السلبيه. انا بعض المرات نفس المقال تيصيفطوا للجريده ا والجريده بي باش يشدوا 6000. وقع لهم مشكل ان شحال ديال الاساتذه قطعوهم لان هادشي ما يمكنش زعما في العلم ما تخصكش جوج مرات يعني تنشر فوالا فوالا. اذا هاد القاعده دابا زعما الصينيين فهموها مزيان ما بقاوش يديروها. انا كنت يعني اديتور ديال واحد الجريده يعني علميه ولقيت مرات اشكاليه. الوغ صيفطت لليديتور جينيرال قلت له اش كاين؟ قال لي هذا السيد هذا عمرو ما غادي نفضحوه وعمرو ما يمكن له يعود ينشر في الجريده ديالنا. صافي قطعوه. اذا وقع هذا. ولكن هذا الشيء كله تنقول لك المهم ان التشجيع بعد لا يعني المادي راه مهم بزاف. هذا الا بحال المغرب ما عرفتش هذه القضيه ديال الضريبه فعاوتاني ما يديروا الضريبه بالعكس خصهم هما يزيدوا يعطيو الناس يشجعوهم. هي هذا معروف لان البحث العلمي عرفتي المشكل ديال زعما المشكل البحث العلمي الا كانت عنده خص بحال في 10 ديال التجارب يمكن وحده كتنجح وفي 10 ديال التجارب اللي تنجح اللي نجحت وحده اللي غتعطيك واحد البراءه ديال الاختراع وفي 10 ديال البراءات ديال الاختراع يمكن لك تدير واحد الشركه اللي يمكن لها تنتج هذاك الاختراع ديالك. اذا هذوك عيطوا لها لي بويسونس دو 10. اذا الحظ ديالك باش واحد الفكره جاتك في عام 2019 باش تكون في 2030 ولا شي حاجه كتطبق هي 10 بويسونس موان 4 موان 5. إذن الحد ما كان. ولكن الناس خصهم يفهموا بأن اللهم 10 بيسونس موان 4 ولا زيرو. إيوا بطبيعة الحال ما رشيد يزامي أخي راه كاينين هم كاينين غير خصك تقلب عليهم تلقاهم كاينين
كاينين الناس اللي تبارك الله عليهم في زعما في واحد النطاق اخر ولا داروا لان الناس زعما المدارس الهندسه المغرب ولا البحث العلمي في المغرب يعني الناس تبارك الله عليهم عندهم الافكار وتيمشيو للخارج معروفين الى اخره غير الناس خصهم يعرفوا راسهم شويش. انا تنتلاقى مع الاساتذه زعما الزملاء ديالي تقول لهم خصكم على الاقل تلاقاو مع يعني الصحافه وتقولوا لهم اش كنديروا باش نعرفوا بان كاين شي عمل لان انا طبيعتي تنبغي نتكلم مع الصحافه ما كاين مشكل لان زعما بالوسيله ديال الصحافه يمكن نوصل للشباب. ايوا الواحد خصو يبقى ديما متفائل لان يعني الا بقى التشاؤم تشاؤم ما نتقدموش خصنا نفهموا علاش الاشياء ما زعما ما مشياش كيف خصها تمشى كيفاش يمكننا زعما نبدلوش الاشياء باش المغرب يكون في المكانه اللي تيستحقها حقيقه. وعندي افكار في هذه القضيه هذه زعما الا زعما يمكننا نجلسوا ونتذاكروا ونقولوا لان المسار ديالي اولا بديت في المغرب مشيت لفرنسا مشيت لليابان مشيت لامريكا مشيت لسنغافوره وفي البلدان كثيره فاش زعما الناس يستدعوني تنعرف الى اخره كاين نماذج ناجحه. عباد الله المغرب ماشي بوحدو في العالم راه خصك النماذج شوف هذاك النموذج ديال بحال دابا ديال كوريا ولا ديال الصين ولا ديال سنغافوره علاش نجحوا وكيفاش يمكننا نشوفوا كيفاش هذوك التجارب ديالهم يكونوا زعما ينطبقوا في الاطار ديال المغرب ماشي نديروا كوبي كولي ما كاينش كوبي كولي. كاين المغرب عنده زعما الامكانيات ديالو عنده زعما لي كونديسيون ديالو خص الناس يكونوا اذكياء باش ما يقولوش هذوك الشينوا داروا هذا حنا نديروا بحالهم لا ما كاينش خص الواحد يطبق على حسب زعما لي كونديسيون ريال ديال المغاربه كيفاش يفكروا كيفاش يعملوا كيفاش الى اخره فوالا.